أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو تبنكا. وبصراحة اليوم يسعدنا أن نستضيف الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، رئيس حركة تحرير السودان، والمتهم من قبل البشير وصلاح جوش والنظام في الخرطوم بأنه هو القائم بالمظاهرات، وانه هو البحرض السودانيين، وانه هو الرسل الناس من اسرائيل بالتعاون مع الموساد على اساس انه يقتلوا السودانيين، وانه هو اللي قام بقتل المتظاهرين. وفي هذه الحلقه يسعدنا ان نستضيفه عشان نتكلم معاه حول اهم قضايا الساعه، وسؤال اللي بيطرح نفسه: هل عبد الواحد هو من قام بحرق دار المؤتمر الوطني في عطبرة وفي دنقلة وفي بربر وفي القضارف؟ عبد الواحد ده ذاته شنو؟ البشير أي محل ما قعد أو لفت بيقول عبد الواحد، فعبد الواحد ده ذاته شنو؟ أول حاجة بحييكم الأستاذ كمال الصادق وراديو دبنجة، عبركم بحيي الشعب السوداني السائر المنطفئ بكل قطاعاته. التحية لكم والتقدير لكم. طيب عبد الواحد، انت ده شنو؟ انا مواطن سوداني عادي قدر للرفاق في حركة جيش تحرير السودان ان يقبلوني، رغم اني اسسنا هذه الحركة مع ناس وتار جدا ضحوا استشهدوا، وهم اشرف منا انهم استشهدوا من اجل هذه الاهداف، وفي الكثيرين احياء، وفيهم الكثيرين جدا بقوا على مواقفهم، نساء ورجال ما في دول بعرفهم. انا زول عادي، لكن انا لوحدي اساوي اكبر فخر دون حركه تحرير السودان والشعب السوداني الصابر الصامت. والضحايا طبعا لابد من ان نذكرهم، الملايين من الشعب السوداني في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي الشرق وفي الخرطوم وفي أي مكان من حجبار السودان، في الخارج كلاجئين وفي الداخل كنازحين، اللي صمدوا في ويلات القتل والإبادة على مدى 18 عام بهذا العام، واللي ماتوا في جنوب السودان، ده صبرهم وإيمانهم بأنهم بحلموا بوطن أحسن من ده، وبؤمنوا بعقيدة حركة تحرير السودان أن الثورة بغير. صرنا عشان شنو؟ عشان نغير الوضع الموجود، أن نغير النظام الاستبدادي القهري البغيض اللي بيقسم الشعب السوداني لإثنيات أو جغرافيات أو ثقافات أو ديانات، بينما هم شعب سوداني واحد جمعهم بلد المليون ميل مربع، القسموا الكيزان إلى بلدين وحسب يجبرونا عشان يقسموه، لكن الشعب السوداني انطفق ونحن يا اخواننا جزء يسير. وأما أنا فأنا واحد من أكثر من 40 مليون سوداني، ما بزيد منهم ولا بضيق منهم ولا بفوقهم في أي حاجة. ربما الظروف الإعلامية ساعدتنا أنه نحن أو اسمي يكون اسم متقدم على بعض الناس، لكن لا أساوي أي حاجة لولا نضالات الملايين والتضحيات الكبيرة جدا والاستشهادات الضخمة اللي قدموه الشعب السوداني ومن ضمنهم ناس حركة تحرير السودان. طيب عبد الواحد، أنت هسي تقول شنو في كلام بتاع البشير؟ كل ما يوم بيقول إنه عبد الواحد ده هو عمل كده، وإنه عبد الواحد جاب ناس من إسرائيل، وإنه عبد الواحد هو القام بالمظاهرات. انت صحيح كده سويت ده؟ البشير منطلق من عقليته هو، لانه البشير اختزل الدولة السودانية، بلد كانوا بينادوا سلة الغذاء العالم، البلد اللي عنده العلماء، اللي عنده المهندسين، اللي عنده الزراع، اللي عنده المغنين، اللي عنده الثروة الحيوانية والغابية والمعدنية والمائية والمطرية، البلد العملاق الغني ده، البلد فيه ملايين من الشعب السوداني اللي بفوق البشير وبفوق عبد الواحد بمليون مرة، اختزلوا في نفسه. لأننا نحن في حركة تحرير السودان عندنا موقف واحد وواضح: تغيير النظام ده. ما في أي صفقة مع النظام ده، مورث لنا كل ضغوط الدنيا ده، مورث علينا الضغوط الشخصية في عوائلنا في أسرنا في أشخاصنا في أصدقائنا في المحيط الضيق حولنا،
محليا واقليميا ودوليا. بنفس الطريقة مورس علينا الترغيب، قدم لنا كل الإغراءات الممكنة المالية والامتيازات السلطوية وكل الامتيازات الممكنة، بيع الناس من حولنا، لكن ظللنا صامدين. اتحدينا كل الظروف ده بمعجزة يحسدنا عليه البشير وأعوانه. البشير بقدر بيخترق التنظيمات بطرقهم التقليدية. احنا كحركة استطعنا أن نقفز فوق عقلية البشير وأجهزة إعلامه. إذا استهدفت أي مجموعة من الناس شيلهم، عبد الواحد ولا جنرال عراولة قدورة دار تشيلهم شيلهم معك، لكن خلينا مشروع حركة تحرير السودان الدائر يخلق دولة المواطنة المتساوية، ما داير يفرق شعبه لا أساس عرقه ولو كمان يكرر نفسه بالأسس اللي أنا ذكرته قبل شوية. ده الأرحق البشير. عشان كده بدل ما يقول حركة تحرير السودان وبدل ما يقول الشعب السوداني، منطلق من نفسه هو، من الأشياء اللي هو بيمارس بها السلطة في السودان. وان مان، إنسان واحد مسيطر على البلد 30 سنة. أن إحنا ما زي ده، أنا لا أساوي أي حاجة في حركة تحرير السودان ولا في الشعب السوداني. عشان كده هو منطلق بعبد الواحد اللي بعمله لنفسه. أنا ما البشير ولا بفكر زي البشير. لو كنت بدل زي البشير كان بيجد جزء من نظامه، كان قبلت التهديد زي ما هو قبل التهديد عشان يقسم السودان، عشان هو يكون في السلطة. زي ما هو باكل قروش الشعب السوداني هو أعوانه، حتى أفقرونا من الفساد. أنا ذاته ما هم عرضوا لنا كل شيء لكن رفضنا. أن إحنا ما زيهم، أن إحنا جينا دارين نغيرهم ونغير العقلية الحاكمة في السودان منذ الاستقلال إلى اليوم، إذا نخلق دولة نحقق لشعبه، للشباب بتاعته، للشيوخ بتاعته الأحلام في أنه يعيشوا في دولة متحضرة، دولة راقية بيحسن لهم حياتهم المعيشية والتعليمية والصحية والبنية التحتية وكل ما يمكن أن يكون في مصاف الدول اللي تفتخر بذاتها مش بتكره ذاتها في المواطنة السودانية. يقول نعم أبو السودان ده إلا في السودان. لكن عبد الواحد، إذا كان الاتهام بتاع الحكومة ده بيقول إنك أنت حسي قاعد ترسي الناس، والناس الحسي قتلوا الناس أكثر من 40 سوداني تم قتله، البشير بيقول ده عبد الواحد، أنت رأيك شنو في الكلام ده؟ بقول لهم أنه أول حاجة أن إحنا في حركة تحرير السودان حاربنا من أجل المواطن السوداني. الأستاذ كمان الصادق وكل الشعب السوداني اللي بيستمعوا لنا، أن إحنا اختصبوا أخواتنا أكثر من 18 سنة بطريقة منظمة. ويا جماعة، أن إحنا من مجتمعات سودانية اختصبوهم لأنه أن إحنا ننتمي للحاضنة الاجتماعية ده. أن إحنا أبادونا مورس فينا تطهير عرقي وإبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ورفضنا رفض قاطع لأنه إيماننا العميق أنه البشير زي وزي الاستعمار وزي وزي كل الحكومات الصفوية، أنه بيقسم الشعب السوداني زي ما الجنوبيين حاصرون في كورنا عشان يكبروا بالانفصال. أن إحنا يا جماعة، إذا البشير بيصنفنا دارفور، يا أخي دارفور ده سلطنة على مدى كم ألف سنة. دارفور خلق السودان، ما السودان خلق دارفور. أن إحنا نمشي من وين؟ وإذا البشير ما بعرف أن إحنا أثناء الشعب السوداني من حلفة لنوملي، من الجنينة لبور السودان خرطوم، أهل البشير ذكرته في مقابلات أخرى، ديلا أهلنا نقتلهم كيف؟ لذا البشير الحاجة ما بعرفه أن إحنا ناضلنا عشان نحرر السودان من شنو؟ من الناس اللي بيقسموا بلدنا لنحن وهم، بعملونا غرابة وبحارة، جلابة وغرابة، مسلمين ومسيحيين، جنوبيين شماليين، الثنائيات الهلال المريخ ده. أن إحنا دارين نكون شعب واحد، ثورتنا ده دارين نوحد الشعب السوداني في دولة المواطنة المتساوية، كلنا متساويين. دارين نهزم الكراهية، دارين نهزم التقسيم الإثني والعرقي والجغرافي. دايما عز شبابنا في الانتفاضة الهائلة، الشباب السوداني اتوحدوا، وكلكم شفتوا أغانيهم وهتافاتهم. ده الجيل اللي أن إحنا نعتز به جدا، واللي ماشيين خلفهم ودارين نحقق البلد اللي هم بحلموا بهم، واللي أن إحنا حلمنا به قبل سنين طويلة، وحاربنا النظام ده أكثر من 18 سنة عشان نوصل لهذه الثورة
ونحن في الثورة اتخذنا خيارين، خيار عسكري وكلكم شفتوه وانتم في راديو الدبنجة تعرفونه جيدا. حرقنا النظام ده ببسالة 18 سنة، قدمنا أعز الشهداء والجرحى، وقدمنا ملايين من حواضننا إما نازحين أو لاجئين أو مختطفين أو قاعدين في العراء أو قاعدين ما بين النازح واللاجئ في بيوت إضافية مع أهلهم أو مع بقية الشعب السوداني وبتقاتلوا معهم لقمة العيش. ده التضحيات اللي قدمناه، اللي رفضنا أنه نمشي لأي حلول البشير ده يجبرنا عليه، والجيش الدنيا ده كله جاني يعمل لنا الضغوط. إحنا دايرين نخلق دولة المواطنة المتساوية ونخلق الدولة العملاقة، وأن إحنا مؤمنين إيمان قاطع نسقط النظام ده، نأكد بمية في المية هنخلق الدولة اللي بنحلم به، واللي بيغتربوا فيه بقية الناس يجونا. يا الشعب السوداني أنتوا لازم تعرفوا أن إحنا ثروتنا أكثر من ثروة بتاع دول الخليج ده كله مجتمعة، كم بترول، كم غاز طبيعي، كم يورانيوم، كم معادن الدنيا ده كله. أنا إحنا عندنا زراعة في العالم ما يقولنا، أنا إحنا بس الخرفان بتاعتنا ساكت، أجور خروف في العالم ما في زول بضاهينا فيه. بس لو قلنا نستثمر في الخروف ولا في الصمغة في أي حاجة، أنا إحنا نقدر بس بدأ نأكل الشعب السوداني ونرجع لهم دولة الرفاهية، ويغتربوا الناس حتى لاجئين ونازحين بتاعت الدول الأخرى اللي يشتغلوا عندنا، لأنه إحنا الدولة في قدر قارة. لكن بكل أسف منذ الاستقلال ما جانا حكومة، لأن بجوا حكومات بتاع أشخاص مش حكومات بتاع مشاريع وطنية. لأنه منذ الاستقلال وين مشروعنا الاقتصادي في الثروة الحيوانية، في الزراعة، في التعديل، في البنية التحتية؟ وين مشروعنا التعليمي؟ وين مشروعنا بتاع التنمية البشرية؟ احنا بلد متعدد، عندنا ديانات متعددة وثقافات متعددة وإثنيات متعددة وانتماءات جغرافية وإثنية متعددة. وين الدولة اللي خدت لنا مشروع أنه تعددنا اللي في كل دول العالم، في أمريكا، في الهند؟ يا جماعة في الهند ذول باعوا البقرة وذول باعوا البقرة، يعني ذول باعوا للذول الله بدوا بالقانون، خدت لهم الطريقة عشان يعيشوا مع بعض وعايشين في دولة القانون. احنا ما عندنا الحساسيات ده، لكن لانه النظام القائم في الخرطوم بيستثمر دايما خواجات عملوا لنا سياسه بتاع فرق تزد، هم اللي كانوا يكونوا في السلطه عاملين سياسه بتاع فرق تزد. انا احيي الشباب السوداني اللي اكتشف الذريعه ده والان بيحاربوا بشده عشان يستعيدوا وطنهم، وطن المتعدد ده. أن احنا خلفهم وسنظل خلفهم ونحقق هذا الهدف، دولة المواطنة المتساوية. طيب عبد الواحد محمد أحمد النور، بصراحة كده في ناس بيقول والله الاتهامات بتاع البشير اللي بيقول إنه عبد الواحد هو السبب، وإنه عبد الواحد هو بتاع المظاهرات، هو بتاع التخريب، بيقول والله يا أخي عبد الواحد ده الحكومة والله خدمته خدمة ذاته عجيبة، زو ذاته كان نايم في نومه جاءه كومه، وذاته كان ناس ذاته نسوه، كان واحد بس، هو عبد الواحد واحد بس، فجأة أسي طلع في الكفر بيقى في أي مكان في العالم تمشي عبد الواحد عبد الواحد. رأيك شنو في الكلام؟ كلامهم صحيح بعقلياتهم هم الناس اللي بيقولوا الكلام ده، لأنه دي المنطلقين بنفس عقلية البشير عبد الواحد. وأنا من البداية كلمت سماع عبد الواحد، ده اسمه حركة جيش تحرير السودان، اسمه ثورة الشعب وثورة الشباب على وجه الخصوص. يا شباب احنا في حركة تحرير السودان نراهن عليكم، احنا وقت اتمردنا وسيلنا السلاح يا جماعة، كان عمري 32 سنة زيكم القارين حسن في الشوارع، ولأنه كان ما في التعبية ما قدرنا نطلع الشارع، لأنه نظام الخرطوم بيقول الدول الداري عارضهم يشيل بندقية، شلنا بندقية يا جماعة. أي تمرد في تواريخ التمردات ده تشيلوا بندقياتهم، وأول حاجة بمشي بعملوا علاقة مع دولة جارة وبيكونوا قاعدين في الحدود، إذا النظام ضغطهم عسكريا انسحبوا يخشوا في حدود الدولة المجاورة. احنا ما مشينا في اي حدود، شلنا بندقياتنا وعملنا نموذجنا، دخلنا في جبل مرة وخشينا اما نموت اما ننتظر، ما عندنا اي دولة حدودية ولا عندنا اي جهة تدينا سلاح. سلاحنا لقينا من حربنا وثباتنا، حاربنا النظام بطراوة بشراسة متنا وقدمنا الاف الشهداء،
لكن استطعنا أن نعمل ترسانة عسكرية ونعمل خبرتنا المحلية الجبناه من نضالنا ومن تضحياتنا ومن بسالتنا وجسارتنا. لذا قدرنا نعمل حركة وقدرنا نطرح مشروع للشعب السوداني اسمه مشروع الدولة الوطنية. قتينا وأنه قلنا يا جماعة أولا لا بد من أنه نخلق دولة تساوي الشعب بتاعه كله، دولة سيادة القانون. إذا قلنا قاعدين نخلق دولة علمانية، العلمانية لأننا قاعدين نضع علمانية سودانية مع علمانية مستوردة. أنه يا جماعة ما في دول يفرق المواطنين السودانيين على أساس دينه، أنت كن مسلم كن مسيحي كن كجوري كن، لكن أنت سوداني في دولة المواطنة المتساوية. قلنا يكون في الليبرالية، ما الليبرالية اللي بيجيبوا لنا من برا، ليبراليتنا حريتك أنت الفردية والجماعية. الحريات ده ما بتتجزا. السودان ده كان دولة بتاع حريات، كلكم شفتوا يا جماعة أمهاتنا بلبسوا قركابات وحبوباتنا، كيزان جو حطوا لنا خيم، إلا تلبس خيمة، يعني أنت ما تكون مسلم إلا لو لابس ليه خيمة. والأمثلة كثيرة. وقلنا يكون دولة فدرالية، والسودان كان دولة فدرالية. إذا من نمارم الحكم الإقليمي كم 6 ولايات كان في أقاليم، شنو الجديد؟ وقلنا يكون دولة ديمقراطية، السودان كانت دولة ديمقراطية، رضينا واختلفنا بالديمقراطية. كان نمشي لصناديق الاختراع والناس بيصوتوا بيجيبوا الحكومة دايرين له، احنا ما جبنا حاجة جديدة من عندنا، ناضلنا وقدمنا التضحيات، لأنه في السودان التنظيم بيكون عندهم الرمز بتاعتهم، ربما لحزن حظي كشخص وأنه أفرد للتنظيم، لأنه البشير وهم بعرفوا جدا سريا يا جماعة وسطوا لنا كل رؤساء العالم الممكن تعرفوه بالإغراء وبنفس التغريقة بالترهيب. وآخرة يا أخوانا تعرفوا في مجلس الأمن مقدمين أنه أننا يدونا عقوبات، إحنا ما خفنا من الترهيب ولا بعنا الإغراء اللي هو بيجي بيقدموا لنا عروض سواء كان مالية ولا عروض وظيفية. أننا ما حاربنا عشان المال ولا عشان الوظيفة، أننا حاربنا من أجل مشروع الوطن المفقود منذ الاستقلال إلى اليوم. أننا دارين نخلق دولة المواطنة المتساوية، حاربنا من أجل هذا وقاومنا من أجل هذا ورفضنا كل أغلاءة الدنيا من أجل هذا وتصدينا لكل تهديدات الدنيا من أجل هذا لحد يسمونا مستر نو. ودروا ما كان عندنا الشعب السوداني وما كان عندنا مشروع وما كان عندنا دعم منهم كنا انهرنا تماما. عبد الواحد لوحده يساوي أكبر صفر في الدنيا، لكن الشعب السوداني اللي البشير ما بعرفه كلهم عبد الواحد وفي ملايين أحسن من عبد الواحد. فقط الظرف لسه أدى ربما لعبد الواحد الزمن الكافي عشان الناس يكتشفوه، لكن في عبد الواحدات بعشرات الملايين البشير ما يكتشفهم، بدليل أنه شوفوا الشباب وشوفوا الشيوخ وشوفوا النساء، شوفوا أمهات الشهداء بيقولوا شنو، ما بذرفنا الدموع، بيتكلموا عن الوطن، ده الشعب بتاع ملحم. أنا أحيي الشعب السوداني التنظيم البطل، أحيي النساء والرجال، أحيي الشابات والشباب، أحيي الشيوخ والشيخات، الأطفال بتاعتنا يا أخواننا قدموا لنا نموذج للشهادة. طيب أستاذ عبد الواحد، بصراحة كده يا عبد الواحد، الآن كل الناس في الشارع، الآن تم تنظيم الناس وفي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ممثلة في تجمع المهنيين السودانيين وقعوا على إعلان الحرية والديمقراطية. الإعلان ده بيطالب بالتنحي الفوري للبشير ونظامه من الحكم بدون قيد أو شرط، بعد تكون في حكومة انتقالية قومية من حكومة لمدة 4 سنوات. وهي الآن هذه قوى الحرية والتغيير هي اللي بتنظم المظاهرات، واليوم الخميس في مظاهرة حتكون في كل أنحاء السودان من هذه القوى. أنت وين من ده؟ أولا إحنا جزء من المواطنين السودانيين ومن المجتمع السوداني وناضلنا من أجله، وخطابنا متسق تماما بما بيقولوا الناس ده الليلة، وما اتغيرنا منذ 18 سنة لحد الليلة، أنا قاعد نقول نفس اللغة ده. إذن أنحنا مع الشعب السوداني في كل مؤسساتهم ومنظماتهم، إذا كانوا هم بيدعوا بتغيير النظام وإسقاطه، مش يا جماعة زي ما في بعض الأجسام
ما عارف انه داري يخلف وداري يكون بديل للبشير وما داري اسقاط نظام البشير. انا اول حاجه في المنبر ده بدعو كل المواطنين السودانيين، منظماتهم، اجسامهم السياسيه، المدنيه، كلهم انه الان نتحد. اي حلم عندنا ما ممكن يتحقق اذا ما غيرنا النظام ده، يكنسته ونغيره. ده اول خطوه اذا قدرنا نحلم بحاضر او مستقبل قريب ولا متوسط ولا بعيد. اذا الهدف بتاعتنا كلنا احنا ضم صوتنا، وصوتنا ده اصلا موجود قبل 18 سنه، حتى كان الناس بنادونا ان احنا قال صوتنا النشاز، وقت رفضنا اتفاقيات ابوجا قال لهم ده انتحار سياسي، وقت قريب ده ناس كانوا كلهم ماشيين اديس ابابا قالوا لنا قالوا لنا حق انتهينا وما موجودين، وقال لنا انتهينا وانتهينا، كل سنه بيقولوا لنا انتهينا، بجير ذاته كم مره قال ان احنا انتهينا، ما عارف الصيف الحار الصيف الحاسم ما عارف زي 600 حمله بتاعت انه بنتهوا مننا، وهم ناسين انه يا اخي ده ثوره، يا جماعه الثوره ما بيموت، الثوره ممكن انهزم في معركه لكن ما بنهزم في الحرب. أنا إحنا ما ممكن يهزمونا نهائيا لأنه عندنا الثورة، الثورة بتغير النظام ما بتطبق معه ولا تجيب معه ولا بتعمل معه اتفاقية، وده اللي إحنا مشينا عليه. فلذا أنا إحنا ندعو كل الشعب السوداني، يا جماعة ده ما وقت بتاع خلاف ولا أنا قلته كثير، ولا ده ما وقت بتاع ادعاء البطولات ولا الثورات ولا ده الوقت أنه كلنا نتخندق تحت الثوار، أكرر تحت الثوار، والثوار ده هم نظموا نفوسهم براهم وعملوا أجسامهم كم مهنيين كم في الأحياء كم في القرى كم في المدن كم في أي مكان، ده نظموا نفوذهم دون أنه يشيلوا إذن من ذول، سموا أسماءهم بطريقة دارين يسموهم ويسموهم بالطرق دارين يسموهم، أن إحنا تحتم دون قيد أو شرط نغير النظام ده، وكلنا كسودانيين تعالوا نقعدوا أورد المشروع فيه. أنا عندما يعني لو عندي خطاب الآن نقدمه دار أقول للشباب بتاعت الخرطوم وأكثرهم الناس القاعدين في الأطراف، وقالنا ده توكم، أنتوا لازم تنزلوا وتوصلوا لغلب الخرطوم، والهدف يكون القصر واقتلاع البشير. أنتوا أكثر ناس بتعانوا من النظام ده، ده المرحلة الحاسمة أن ظننا كلنا أن الشعب السوداني يتوحد ضد النظام، والنظام يتوحد. يا ناس الحاج يوسف، يا ناس مايو، يا ناس أم بدات، دار السلامات، كل الناس بتعدل. ده يا اخوانا الثورة النظام ما بتغير من هنا، النظام بتغير من توصل الخرطوم العاصمة توصل القصر. بناشدكم البشير ده لو استخدم قوة الدنيا ده كله، يا جماعة لو سمحتوا ما تستخدم القوة ضده، يا جماعة الثورة بتاعتنا بنتصر. البشير يقتل كم؟ يقتل أكثر مما قتل 3 مليون في جنوب السودان، أكثر من مئات الآلاف في دارفور أو في جبال النوبة أو في النيل الأزرق، يقتل أكثر ما قتل الناس في الشرق، أكثر ما قتل في الجزيرة وفي المناطق الأخرى بالسرطانات، في زي ما قتل في سبتمبر بالمئات، ما هيقتل يا جماعة. أنا كلمة بديكم على سبيل المثال، في صدور عارية في 2008 البشير جاءوا بالدبابات وقتلوهم، قتلوا 41 وهم عزل، جاءوا مئات التاشرات بطلقوا عليهم نيران بالمدافع والدوشكات والراجمات، قتلوا منهم 41 وديل كانوا ناس مستعدين للموت، انتحرروا من الخوف وثقوا من نفسهم، هزموا البشير ورجع، وقريب ده البشير فادي يزوروا وكل شفت زوم بالطيارات وما خافوا. أنا أقول لكم أنتوا أقوى من ده. الآن يا شباب الثورة يجب أن يكون في قلب الخرطوم، الدبابات والتاشرات والملثمين ده ما أقوى منكم، ما أقوى من إرادتكم. أنا إحنا التجربة على مدى 18 سنة ورانا أن القوة العسكرية ما هي اللي بتهزم، البتهزم هو الإرادة، هي الإرادة بتاعت الشعب والثقة في أنفسهم أنهم قادرين ينتصروا على كل الآلة دي. يا جماعة شوف وين زين العابدين بن علي، وين الأمن المصري اللي كان بالملايين، وين مبارك، وين القذافي، وين الاتحاد السوفيتي، وين الجبروت، وين تشاوسيسكو، وأنا القائمة تطول. بشير ما أقوى منهم ولا قريب لهم. يا جماعة إحنا لأي سوداني القاعد في النظام ده لو قفز من النظام وجاء انضم للمواطنين السودانيين، أنا عارف الكلام ده حيزعل ناس كتار، لكن ما تزعلوا مني يا ثوار، أن إحنا ثورتنا ما ثورة بتاع انتقام، لأنه بالانتقام ما نخلق الأوطان، أن إحنا نخلق وطننا بدولة القانون وسيادته. أي مجرم نقدمه للعدالة
ونستعيد أموالنا بتاعت الشعب السوداني والمجرم يمشي للمحكمة، ولكن إحنا ما بنشيل القانون بيدنا. إحنا في حركة التحرير عندنا التجربة كافية، النظام مارس فينا التطهير وكل الآلام والعذابات الممكن يتصوره الإنسان واللي ما يتصوره، بل ويستخدم آلة إعلامه وأصدقائه من العالم الإقليمي والدولي أنه يبرروا إبادتنا. إحنا ما ردينا عرقيا ولا عنصريا ولا كده، وعلينا نقدر نقول أنه خيرنا انتصر على شره. أنتوا برضو يا شعب السوداني لازم خيرنا من أجل وطننا ووحدتنا، لأنه انتقام وانتقام مضاد ما بيحل المشاكل، لكن بالخير هننتصر ونهزم الشر بتاعه. طيب أستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، البشير دائما ظل بيكرر لو حصل حاجة زي ده السودان ده نحن من كل السودان ببقى لاجئين ونازحين، ونحن ده ما دايرينه. والطيب مصطفى وهو خال البشير قال إنه برضو نفس كلامه، نحن هنشيل بوجتنا ونمشي وين؟ رأيك شنو في الكلام؟ أول حاجة بشير لأنه متخيل إنه الثورة بتاعت الشعب السوداني زي حكم الاستبدادي بتاع 30 سنة أن نتعامل مع الشعب السوداني بالقهر والقتل والإبادة والإذلال والصالح العام وكل المآلات الحزينة والرهيبة. إحنا شعب سوداني ما في دول هيبقى سوريا ولا أي حاجة. الشعب السوداني مسقط البشير ومخلق دولة سيادة القانون من اليوم الأول. يا خال البشير، أنت لأنك حياتك كله عبارة عن حقد وكراهية، قسمت لنا السودان بكراهيدة. الشعب السوداني إذا كنت قاصصنا أن إحنا ما ناس بتاع كراهية، إحنا عندنا ذاكرة بتاع حق. أجدادنا ورونا أن البلد ده أهم حاجة مبدأ قبول الآخر. أنت ما هتشيل بوجتك إطلاقا، ولا يوم من الأيام ما ممكن نشوفك نازح ولاجئ، بل نحن نستقبل النازحين واللاجئين من الدول الأخرى، وهنلعب دور إقليمي من أجل فرض نعمل سلام اجتماعي، بل أننا نعمل أنه يكون في وحدة طوعية ما بين الشمال والجنوب، ودار نوحد إفريقيا والمحيط الإقليمي حولنا والعالم إذا في طريقة من أجل السلام الحقيقي. أنت موهوب، لأنه الأفكار السيئة اللي عندك، أنت متخيل أنه إحنا بالانتقام نحيق المكر بتاعتك ليك أنت؟ لا، إحنا أولادك أهلك أذول البريء إطلاقا ما ممكن نخلي وقع لاجي، ونقول مواطن سوداني أنت ذاتك لو المحكمة برا هترجع مواطن سوداني رغم سوءك، لكن إذا حاكمك القانون كمان كلنا تحت سيادة القانون، أي زول في السودان هيكون تحت سيادة القانون بالتساوي. فلذا إحنا نهزمك ونهزم فكرك ونهزم خوفك، لأنك أنت مارست أبشع الأشياء. ومتخيل إحنا نكون بشعين زيك، إحنا سودانيين ونفتخر بسودانيتنا، وسنظل وسنبقى سودانيين بقيمنا وكرامتنا اللي ورثناه من أجداد أجداد أجدادنا بآلاف السنين ومئات السنين وعشرات السنين. طيب والنازحين القاعدين واللاجئين لهم 15 سنة في المعسكرات ديل شايلين بوجودهم برضو، عشان كده هم خايفين من ديل، خايفين من صبر هؤلاء وخايفين من انتقام هؤلاء. لكن هؤلاء يا جماعة هم من عندهم في ذاكرتهم تاريخ أجدادهم، أن الدولة ما بأخذ الحقوق بالأيدي بسيادة القانون. دول عندهم حقوق يعودوا لفراهم الأصلية، يدوهم تعويضاتهم الفردية والجماعية، رجعوهم في حواكيرهم أسودا ببقية الشعب السوداني، يحاكموا المجرمين والمطلوب دوليا يسلموهم، واللي ارتكب جريمة ضدهم يحاكم محليا، وما عندهم حاجة غير ده. دول يعيشوا في وطنهم، دارين يعيشوا في الدولة بتاع التسامح، دولة بتاع محبة. أنا عارف الكلمات دي صعبة جدا، لكن بما أننا نؤمن ونعطلنا ودفعنا الثمن ده كله من أجل هذه القيم، إحنا برضو نملك القوة، لأنه نعرف جيدا أنه بثقوا فينا، أنه ما خدناه ولا بعنا قبيلتهم ولا شاومنا بهم. عندنا فيهم من المصداقية أنه نقدر للذين ما قبلوا وفكروا في الانتقام، أنه نقدر نتكلم معاهم أنه يا جماعة الحلول مش الانتقام، الحلول بأن نكبر ونتسلى بأنه دارنا يخلق وطن. الوطن ما بتعلى بالانتقام، لكن أي حق لابد من أنه يعود بلا انتقاص لأسياده ولا بدفعه
صمم او 17 سنه قاعدين في معسكرات النزوح من الام، وانت تعرف ما معنى انك تكون نازح. طيب استاذ عبد الواحد، كلمه اخيره ممكن تقولها وبصراحه للسودانيين كلهم بما فيهم الاسلاميين الان في السلطه. الكلمه الاخيره انه اول حاجه اقول للبشير واعوانه ما في اي مكان للمناوره، الشعب السوداني انطفط وعندهم هدف واحد، تسقط بس. بشير انت لازم تتنحى وتسقط، ونظامك لابد من انه يتنحى. ما في حاجه انه يغيروا لنا البشير بصلاغوش ولا بالطفوه اللي وصلوا البلاد هنا ده ما في له اي طريقه. ده نواصل الثوره بتاعتنا بلا هواده. اذا نكون واضحين وضوح الشمس، علينا دارين تغيير النظام ده واسقاطه. اثنين، اي نوع لازم يعرف يا جماعه، الشعب السوداني ده الشعب بتاع اكتوبر وابريل ما انتقم. عارف في مرارات هائله، لكن اذا كنا سودانيين جايين من قيمنا، احنا ما قدرنا اي انتقام، لكن دايرين انه اي زول مجرم ده شال اموالنا ده ارتكب جرائم ضدنا ده يمشي يلقى يواجه القانون والعداله، اذا هو بريء هيتبرى، واذا كان مجرم كمان ياخذ حقه من العقاب دون اي صفقه. اموالنا المنهوبه ده لابد من انه يرجع. المرارات اللي حصل للناس لابد من انه نزيله بطرقنا السودانيه، لكن ما معناته انه اطلاقا نتنازل لزول من حقه الطبيعي. برضو يا جماعه الناس السائرين، يا جماعه الثوره دي انطلقت وقدمنا الشهداء بتاعت الثوره من اجل التغيير. ما في زول يغشكم بصفقه. انا بركز على الشباب لانه برا نفسي شاب، مش اميز نفسي للشعب السوداني، لانه شيوخنا واللي هم ابانا واجدادنا ده هم علمونا وادرعوا فينا القيم بتاعت النظام ده، عشان لولاهم هم ما كنا نحن متعلينا. والشباب القائمين في الارض اللي بناظروا ده جايبينه من قيمنا السودانيه السمحه، من ابانا ومن اجدادنا ومن حبوباتنا ومن امهاتنا ومن اخواتنا الكبيرات، جايبينه من حبيباتنا. انا بقول للبنات السائرات النساء، والله انتوا ضربتوا لنا مثل في الروعه والشجاعه والشهامه. بقول للمهني ولكل الاجسام اللي بيقدموا يعني بنظموا الناس، انتوا مثال للشعب السوداني المتحضر المتحرر من الانظمه القمعيه، من الاستبداد، من العنصريه، من التقسيمات. انتوا الان ضربتوا المثل. واسمحوا لي ايضا ان اقول لحركه جيش تحرير السودان، نضالنا وثباتنا اللي انتفضنا عسكريا وشعبيا وربطنا اي صفقه، يهو ده الليله الشعب السوداني كلهم انتفضوا، ونحن بقينا جزء منهم، لملمنا اللواء لهم كما وعدنا، ان احنا نكون جزء مع الشعب السوداني، ولا بد من اننا نغير ونخلق الدوله اللي حلمنا به كل السنين ده ودفعنا فيه. اي دول فيكم دفع المرارات، وكذلك الشعب السوداني ما في بيت في السودان ما دفع مراره هذه الحكومه. حان الوقت ان وحدتنا الوطنيه اللي اتجسمت بكفاحاتنا كلنا بلا استثناء السودانيين اللي ما في بيت ما دفع الثمن. حان الوقت ان كلنا نعرف ان الوطن ده اغلى من كل شيء، لكن اول حاجه عشان نحقق اي حلم لابد من ان نسقط نظام البشير ونسقط نظام الاسلاميين ده ونخلق دوله المواطنه المتساويه. والتحيه لكل الشعب السوداني والف تحيه من جديد. شكرا للاستاذ عبد الواحد محمد احمد النور رئيس حركه تحرير السودان على مشاركتك معنا وبصراحه في راديو دبنجا. شكرا لك استاذ عبد الواحد. اشكر الاستاذ كمال الصادق وراديو دبنجا، واشكر الشعب السوداني السائر المنتفض. وتسقط بس اسقط بس، حكومه الجوع اسقط بس، حكومه الذل اسقط بس.